دكتور حسن عصفور في إطار هناخد نقاط، يعني كسبنا نقطة جنوب أفريقيا في مسألة جريمة الإبادة، هنكسب نقطة في المرافعة المصرية النهاردة، هنكسب نقاط، لكن يجي السؤال هل بعد هذه النقاط أقدر أفكر وزي ما كنت بقول ويمكن نقدر بالفعل نوصل لهدنة 45 يوم والتمديد، عايز أفكر في ماذا بعد السيناريو المستقبلي، إحياء 93، البناء على ما استطعنا أن نحصل عليه من حوالي 31 سنة في أوسلو. يعني شوية الصورة يمكن شوية مجعلك، خلينا أقول مش زي ما يعني المحكمة شيء وما يحدث شيء آخر. المحكمة هي نصر بتحسه قدامك قانون وأنت بتحس بفخر غير طبيعي. تطلع من المحكمة فين بقى التفعيل؟ ما تماماً مشهد مختلف كلياً وثمنه كتير غالي. إشكالية اليوم التالي مربوطة بالهدف الذي من أجله صنعت هذه الحرب. هي الحرب مصنوعة، مش ردة فعل أبداً، هي فعل على شيء كان مختلف. يعني اليوم التالي ما يخطط له أمريكياً إسرائيلياً بشكل مشترك بالحرب وبالتفكير. يعني تخيل اليوم بلينكن بروح على البرازيل، بزور البرازيل من أجل امتصاص غضب البرازيل على موقف إسرائيل من اعتباره شخصية غير مرغوب فيها، بسافر شخصيا لأن البرازيل دولة كبيرة، فبده يحمي إسرائيل من إسرائيل لأنه يهود العالم مهمتهم أن ينقذوا إسرائيل أولا ثم بفكروا الثاني. وهذا اللي حكاه أول يوم ثاني يوم، قال أنا أتيتكم كيهودي، نسي أنه أمريكا وزير خارجية. لذلك التفكير المشترك لما سيكون مع التفكير الأمريكي الإسرائيلي، خلينا نقول إحنا وضعنا بس خلينا هم شو بدهم. مرحلة انتقالية، تقسيم قطاع غزة لثلاث أقسام، قسم شمال جنوب، إدارة مدنية فلسطينية ومش موحد الإدارة كمان، يعني مقسم الإدارة ممكن يعملوها أحياء في داخل القطاع، والمنطقة العازلة التي تصبح هي الحاكم العسكري، يعني تصبح هي الهيمنة الأمنية الكاملة. الضفة الغربية عمليا الآن لم تعد وحدة جغرافية واحدة، يعني الضفة الغربية الآن هناك طرق خاصة للمستوطنين، طرق خاصة للفلسطينيين، صح. يعني نظام فصل عنصري كامل الآن موجود بالضفة الغربية، فلا تستطيع مطلقا أن تتحدث عن وحدة جغرافية. ففصل الضفة عن الضفة أوردي عمليا، غزة مفصولة عن الضفة من فترة، من 2004 نقدر نقول مفصول، والفصل يتعمق الآن طرق أخرى. لذلك اليوم التالي ليس حتى مش رمادي، قد يكون في شبح سواد وشبح سواد، وقد يكون معتم حتى ظلامي إلى حد كبير ما لم تحدث عوامل مختلفة. والعوامل المختلفة عربيا بالدرجة الأولى، لأن الطرف الفلسطيني الرسمي غير قادر أن يتجاوز ما هو موجود فيه، يعني تحط له في شرنخة وكأنه خايف يكسر يطلع منها. فما لم يكن هناك موقف رسمي عربي يكسر التقليد في العلاقة مع أمريكا، إحنا ذاهبين إلى وضع غير إيجابي. وصف لي موقف رسمي عربي. إيه؟ عايز توصيف لموقف رسمي عربي. عشان ألخص إيه؟ أختصر الموضوع، بديش أقول كل الرسمية العربية. الآن اجتمعت 6 دول، أو أنا بسميه الوزارة السداسي العربي، طبعا بمشاركة المنظمة. طلع المنظمة نقول سداس الخماس العربي، مصر، السعودية، الأردن، قطر، الإمارات. 5 دول الآن جلست في بينها، حطت تصور قدمته لليوم التالي. هذا التصور إذا لم يكن مدعوم ملوش قيمة. مدعوم من؟ من الدول نفسها، تكون عندي أداة تنفيذية. يعني عايز وحدة إرادة للخمس عواصم. قرار، أنا مش على وحدة إرادة، هم اتفقوا، حطوا مسودة قدموها للأمريكان، كلفت العربية السعودية أن تتولى بالتفاوض مع الأمريكان بهذه الخطة بحكم الوزن. ما لم تستخدم القوة اللي عندهم، والخمس أطراف قادرين يستطيعوا تماما لو أرادوا، لو قرروا، لو رغبوا، أن يفرضوا على الولايات المتحدة الأمريكية مسار، مش على إسرائيل. إسرائيل حطها جانبي، لأنه إذا أمريكا اقتنعت إسرائيل تتبع، مش العكس. العرب كان يقول لك أنه أمريكا تتبع إسرائيل، هاي وهم.
او يعني السذاجه السياسيه خلينا نقول. هذا عشت انا بتجربتنا يعني، يعني احنا باوسلو امريكا كان ضد اوسلو، ضده تماما، وظلت تحفر لنا، قتلوا الربيع والغوا اوسلو. امريكا كانت احد شركاء الغاء اوسلو، مش العكس يعني بالمناسبه. الناس متوهمه في هذا الموضوع، لذلك لا تستطيع تسويق خطوه العربيه او الخطه العربيه الجديده اللي تقدمت. يعني في تصور، وتصور مش سيء بالمناسبه، اللي انحط واللي تقدم خطه كفيله ان تعيد الاعتبار للقضيه الفلسطينيه، ولكنها تبقى حبر على ورق ما لم يستخدم القوه العربيه وهي غير قليله وقادره ان تفرض على امريكا. امريكا بحاجه للعرب مش العكس، وهي يمكن من فوائد العمليه العسكريه الروسيه والنهوض الصيني. الاستثمارات العربية موضوعة بين فكي الأمريكان، العرب محدش هيعمل حاجة، مش لأنه بتكلم على تريليونات من الاستثمارات جوه أمريكا، وهي سلاح بكرة الصبح يجمدوها. لا لا أطلاقا، مش شوف أنا برأيي عندك أسلحة، عندك أسلحة مهمة بدأت تبرز. المهم أنت تقتنع أنه بدك تخدم فلسطين فيها ولا لا، لمصلحتهم بيعملوها.